الآن نقدم لحضراتكم فيلما تسجيليا عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان أفق جديدة. يمضي المصريون قدماً بإرادة وطنية لبناء دولة عصرية، بخطى منهجية يعبرون الأزمات ويقهرون التحديات. إذا كان فات مصر الثورة الأولى والثانية والثالثة، فلا يجب أن يفوتنا الثورة الرابعة. ويواصلون العمل يحدوهم الأمل في تحقيق رؤية مصر التنموية، متسلحين بأرقى النظم التكنولوجية عبر إرساء دعائم الانطلاق إلى العلا وصولاً إلى أفق جديدة. هكذا يؤتي التخطيط ثماره التكنولوجية بتشييد القلاع التنموية كنتيجة حتمية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. هنا جرى العمل في صمت وعلى مدى عامين لبناء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أكبر مجمع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. نطاق تكنولوجي واعد يمتد على مساحة 570 ألف متر مربع. مشروع تكنولوجي متكامل لتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات والإصدارات المؤمنة والذكية وأوراق البنك نوت اللازمة لطباعة العملات الورقية. هكذا أصبح الحلم واقعاً ينبئ بأفق تكنولوجي جديد على أرض مصر. آلية ذكية لتجفيف منابع الفساد والتزوير، أسلوب هو الأمثل لإعادة الهيبة للوثائق والمحررات الرسمية. تلك هي الغاية من إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك عبر تقديم جميع الحلول التكنولوجية لكافة الإصدارات الذكية وإحكام السيطرة الأمنية على مراحل إصدار البيانات ومنع تزوير المستندات، بتخفيض الاعتماد على العنصر البشري مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات بالطرق الآلية وبأرقى المعايير الدولية، وتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاعات الدولة المختلفة. أهداف استراتيجية ما كانت لتتحقق إلا بإنشاء العديد من الكيانات التكنولوجية داخل هذا المجمع العملاق، والذي يضم مركزاً لتجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث، ويقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات. من هناك ننطلق نحو مركز صناعة الهولوغرام الثنائي والثلاثي والرباعي الأبعاد، والذي يستخدم ضمن نسيج الإصدارات الورقية، طاقة استيعابية وإنتاجية بمقدورها تصنيع 108 مليارات عنصر أمان هولوغرامي سنوياً، وذلك لاستخدامها كملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر مع ترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية. نواصل رحلتنا وصولاً إلى ثلاثة مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بكافة أنواع وتقنيات البطاقات الذكية المختلفة. نمضي الآن قدماً لنلتقي بمركزين آخرين لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية، والتي تم اعتمادها بمنظمة الإيكاو الدولية، إلى جانب مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات وبطاقات الدفع لمؤسسات فيزا، ماستر كارد، ميزا. نصل الآن إلى مجمع الأوراق المؤمنة والبنك نوت، والذي يعد الأكبر والأحدث من نوعه حول العالم. وتيرة عمل متسارعة تصل بنا إلى مركزين للطباعة المؤمنة بكافة وسائل تأمين الأوراق التي تم تصنيعها مسبقاً. صروح تكنولوجية يمكنها أن تنتج سنوياً
أكثر من 400 مليون من الإصدارات الزكية من شهادات الميلاد والصحف الجنائية والتوكيلات والمستندات والوثائق الرسمية. مجمع تكنولوجي بإمكانه سنوياً أن ينتج 15 مليار ملصق ضريبي ذكي للتحصيل الإلكتروني ولأغراض حماية المستهلك وفرض الرقابة لمنع محاولات الغش التجاري. آليات تكنولوجية يمكنها إصدار 25 مليون جواز إلكتروني و30 مليون بطاقة هوية ذكية بأرقى المعايير العالمية و60 مليون بطاقة دفع و250 مليون بطاقة للهوية مثل بطاقات الطلاب والمعلمين، فضلاً عن البطاقات سابقة الدفع الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز. سيتم حمايتهم من أي تلاعب استناداً لهذه المنظومة التكنولوجية والتأمينية المصرية العالمية. مجمع متكامل يضم العديد من المنشآت التابعة، ومنها مجمع استرشادي نموذجي لآلية الطرق الخاصة لجمع وبناء البيانات لصالح الجهات بالدولة بغرض تقديم الحلول التكنولوجية المقدمة، مبنى إداري، محطة مياه ومعالجة وصرف بثلاثة خزانات يمكنها توفير 30,000 متر مكعب، محطة غاز طبيعي ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا، غلايات بخار ومبردات وضواغط لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع. مشروع قومي عملاق سرعان ما أتى ثماره الأولى فور البدء في التشغيل التجريبي في فبراير 2020، وذلك بتوفير الوثائق المؤمنة ل14 وزارة، وكذا تقديم الخدمات ل16 جهة حكومية، ومخطط استكمال باقي الوزارات والجهات الحكومية بالدولة. 398 براءة اختراع وملكية فكرية شارك في نقلها أكثر من 250 خبيراً لصالح المشروع، ما كانت لتتحقق إلا بإنشاء صرح على هذا النحو المتكامل. مشروع تكنولوجي تنعقد عليه آمال الأمة المصرية كإحدى أهم الآليات لتلبية متطلبات التحول الرقمي والحلول الذكية. وسيلة ذكية يمكنها أن تزيد من حصيلة الدولة الضريبية، وذلك بفضل نظام التتبع والتعقب الآلي لكافة السلع الخاضعة للضريبة وقطاع الأدوية دون إضافة أي أعباء جديدة على المستهلك. تتعدد المنشآت وتتنوع الخدمات وما بين المدخلات والمخرجات، أنظمة ذكية داخل قلعة تكنولوجية بنيت بأياد مصرية وإرادة وطنية بأحدث أنظمة التأمين لتحقيق أعلى المعايير الأمنية نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع كهدف قومي. إنها وبحق قلعة تكنولوجية أمكنها أن تمضي قدماً وصولاً إلى أفق جديدة.